السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناه زينب المغرب. اليوم كما تلاحظوا معايا غادي نوجدوا واحد البريوش كيجي رائع ولذيذ، وبعض العجينه اللي هي خفيفه. بالنسبه لهذا العجين قبل ما نبداو بطبيعه الحال ما تنساوش لكم تجديد ابونا وفلاشين بالضغط على زر الاشتراك، وكذلك تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد كل يوم، لاننا كل يوم كنزل وصفه مع الصباح. غادي ندوزو المقادير اللي غادي نحتاجو ليهم. عندنا هنا 600 غرام ديال الطحين ولا الدقيق الابيض، غادي نحتاجو حبه ديال البيض، معلقه كبيره من الخميره الفوليه. ديما الخميره كنقولو على حسب حراره الغرفه، يعني على حسب حراره المطبخ. الا كان الحال سخون كنديرو معلقه، كان الحال بارد كنديرو معلقه ونص. عندي القليل من الملح، جوج معالق كبار تاع الزبده ديال عفوا ديال السكر الخشن اولا سنيده ما يعادل واحد 60 غرام. غادي نحتاجو ياغورت بدون سكر من حجم 110 غرام اولا زبادي بدون سكر. عندنا جوج اكياس من السكر باني اللي يمكن لكم تعوضوهم بقشره ديال الحامضه ولا قشره ديال البرتقاله على حسب نتوما واش بغيتو تنسمو البريش ديالكم. وغادي نحتاجو 40 غرام ديال الزبده ما يعادل جوج معالق كبار. طبيعة الحال الحليب دافي لجمع العجين. هادو هما المكونات. ندوزو على بركة الله لطريقة التحضير. هنا كناخدو الدقيق نضيفو عليه الفاني، نضيفو عليه الخميرة الفورية، نضيفو كذلك السكر، تنضيفو الملح، غادي نضيف غادي نخلط هاد المكونات اللي هي جافة، وغادي نضيف هنايا كيما تلاحظو معايا غادي نضيف ياغورت بدون سكر. هنا من بعد ما ضفنا الياغورت ضفنا الحبه ديال البيض. غادي نبدا على بركه الله نجمع بالماء عفوا بالحليب اللي كيكون دافي. واخر حاجه ديما كنضيفها في البريوش هي الزبده. هنا كما كتلاحظوا من بعد ما جمعنا العجينه ديالنا بالحليب اللي كيكون دافي غادي نضيفوا على بركه الله دابا ندخلوا في هذاك القياس ديال الزبده وندلكوها واحد شويه ندخلو في هذيك الزبده صافي نديروها تخمر حتى تكون تضاعف الحجم ديالها. هنا من بعد ما خمرات لينا العجينه تنحاولوا على بركه الله نسرحوها كيف ما كتلاحظوا، اما على شكل مستطيل او على شكل مربع. هنا كنبداو على بركه الله نقطعوا هاد البريوش ديالنا كيف ما كتلاحظوا على شكل مستطيلات باش نشكلوهم دي ميني بتي بان صغار. نقسم على جوج صافي. تنتو على بركة الله نضعو أي شكلاط أي نوع حبيتو عندكم متوفر. تنوضعو وسط في الطرف ديال الجيبان ديالنا وتندورو ليه. هنا تندور نلفو كيفما كتلاحظو وحنا كنزيدو نزولو هداك الفائض ديال الطحين وكنزلوها في اللاطة. من بعد ما وضعناهم في واحد الصفيحه ديال الفرن ولا قالب كما بغا يكون عندكم كنخليهم حتى يكون كيطاف الحجم ديالهم تيخمروا مزيان، وغادي ندوز على بركه الله باش ندهنهم وندخلهم يطيب. هنا كما كتلاحظوا كناخذوا القليل من الكريم باتيسير اللي حضرتها وكندير دي موتيف هكا فوق البريوش صافي. وتنبداو ندهنوا دوك البلايص اللي ما فيهمش لا كريم باتيسير، وغادي ندخلهم الفران اللي كيكون مسخن على 200 درجه يعني يطيبوا مدة واحد 30 دقيقة وتنخرجوهم نقدموهم بالصحة والراحة. هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي البريشو ديالنا من بعد ما طاب كنخرجوه وكندينوه بشوية ديال الناطاج ولا شوية ديال المربى وغنقدموه تيجي خفيف. لاحظوا معايا كيف تيجي من الداخل تيجي خفيف وبشيش. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وينال اعجابكم. الى عجبكم حالي ما ديروا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد. لكم من اجمل تحية ونحبكم قبل الحول.